طيب لقيت التستيس اسيمتريكال والبيوبرتال ال اتش واف اس اتش التستوستيرون ليفل بتاعه بيوبرتال، هعمل تستيكولار الترا ساوند يبقى ده تستيكولار غالبا فانكشن تستيكولار تيوب. طيب سيمتريكال بيوبرتال سايز تستيس، هعمل بيوبرتال ال اتش اعمل ال اتش واف اس اتش هلاقيهم بيوبرتال ليفل ال اتش سي جي اندتكتابل والتستوستيرون عالي، هعمل ام ار اي هلاقيه في اي مشكله او مش هلاقي يبقى ده سنترال بريكوشيس بيوبرتال. طيب هلاقي ال اتش والاف اتش بري بيوبرتال بس ال اتش سي جي هو اللي عالي يبقى ده اتش سي جي بروديوسنج تيومر. طب لقيت بري بيوبرتال ال اتش واف اتش واندتكتد اتش سي جي التستوستيرون هو اللي عالي يبقى ده اوتونس تستيكولار فانكشن زي ما هيون اوبرايت سندروم، يبقى ده بالنسبه للميل. طب بالنسبه للفيميل والله فيها بيوبار كون في بيوبك هير بس مع اكسلري هير وفي اودر واكني يبقى ده اندروجين والله معايا رابيد جروس وسيجنفكتلي ادفانسد بون ايج هعمل تستوستيرون 17 ودي هايبر اندروستيرون يبقى ده كونجنتال انا هايبر بليزيا اللي هم عليه. طيب الجروس نورمال الادفانسد بون ايج حاجه مايلد جدا وفري بيوبرتال تستوستيرون ونورمال 17 هيدروكسي بروجستيرون يبقى ده ايديوباسيك ادرينال. طيب لقيت بريست ديفلوبمنت بس النورمال جروس ريت والبون ايج مش ادفانسد ومن درس الثلاث سنين يبقى ده غالبا ايديوباسيك بريكوشيس سيلوم. طيب لقيت في رابيد جروس وادفانسد بون ايج هعمل اف اتش وال اتش لقيتهم بري بيوبرتال يعني الليفل بتاعتهم قليل ومع الاسترا ديول عالي يبقى ده غالبا حاجه اكسوجينوس اكسبوجر او مكنون اوبرايت. طب لقيتهم بيوبرتال ال اتش واف اتش وبيوبرتال استرا ديول هعمل ام ار اي عشان استبعد السنترال بوز وده غالبا سنترال بريكوشيس بيوريز. طيب لقيت كل حاجه لقيت سيلاك وبيوبارك وفي بيوبرتال ال اتش واف اس اتش وبيوبرتال استرا ديول هعمل ام ار اي وده سنترال بريكوشيس بيوبرتي. لقيت اف اتش وال اتش قليلين بري بيوبرتال الاسترا ديول في البيوبرتال ليفل وبيوبرتال تستوستيرون يبقى ده غالبا حاجه طبعا من السوبر رينال هعمل ادرينال الترا ساوند او اوفيريان الترا ساوند عشان استبعد الادرينال او الاوفيريان تيومر مطلعين سكسستيرونز. And thank you.